السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص هذه المرة بمرجع في الرياضيات المستوى الثالث، المرجع في الرياضيات المستوى الثالث الطبعة الجديدة طبعات 2021. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 7 الخاصة بأنشطة التقويم التشخيصي والدعم الاستدراكي الوقائي. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول، أكتب عدد الرومانات. تمرين بسيط جدا، يكفي أن يعد التلميذ عدد الرومانات والتي عددها 17. التمرين الثاني، أحسب ما يلي: 5 زائد 3، 5 زائد 3 أو 3 زائد 5 تساوي 8، 6 زائد 8 تساوي 14. تمرين رقم 3، أحسب ما يلي: 7 ناقص 4 تساوي 3، 17 ناقص 8 تساوي 9. هنا على حساب واش النيفو ديال التلامذ، إلا كانوا التلامذ مثلا يعني ضابطين المفهوم ديال الطرح وعارفين كيفاش يديروا، يعني راه كيكون سوا كيخدموا يعني بالاصابع، سواء غادي يخدم لك يعني يكون عنده بعدا كيقدر يحسب يعني ذهنيا، ما كانش كيكون عنده واحد التقنيه، اما بالاصابع يا اما كيدير مثلا دي تيغي في ورقه الوثائق ويحسب، او لا اقراص ويبقى يشطب مثلا يرسم 7 ويبقى يشطب، على حسب التقنيه اللي دربوا عليها سواء في المنزل او اللي دربوه عليها الاساتذه المستوى الثاني. وهذا التمرين الغرض منه نشوفوا التلامذ واش ضابطين الجمع هو الطرح بعدا المفهوم واش عنده داكشي، باش كنعرفوا كنعطيو اسئله اللي هي بسيطه جدا. بالنسبه للتمرين رقم 4، اختاروا الوضع العمودي الصحيح بوضع علامه. غادي نشوفوا نفس العمليه هنا، غير وحده وضع خطا وواحد وضع صحيح. بالنسبه للوضع الصحيح خص كل وحده تحتمل الوحدات، العشرات تحتمل العشرات، المئات تحتمل المئات، وهنا عندي الوحدات ما كايناش تحتمل الوحدات، اذا هنا ما احترمناش الوضع الصحيح. المكان اللي غادي نوضعوا فيه العلامه هو هذا المكان هنا. بالنسبه للتمرين رقم 5، انجز عموديا العمليتين التاليتين. اذا اولا نركز على الوضع الصحيح، كل وحده تحتمل الوحدات والعشره تحتمل العشره، عاد نشوفوا القيمه. 5 زائد 7 زائد 5 تساوي 12، اكتب الاثنان واحتفظ بالواحد. 5 زائد 3 تساوي 8، اذا 47 زائد 35 تساوي 82. بالنسبه للعمليه الثانيه، 61 زائد 9، 9 وحدات نوضعها ضروري تحتمل الواحد، وبالتالي 1 زائد 9 تساوي 10، اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 7، اذا 61 زائد 9 تساوي 70. فيما يخص تمرين رقم 6، انجز عموديا العمليتين التاليتين. هذه العمليات خاصه بالطرح. 69 ناقص 15 ضروري من الوضع الصحيح، الوحدة تحتمل الوحدات والعشرة تحتمل العشرة، وبالتالي 9 ناقص 5 تساوي 4، و 6 ناقص 1 تساوي 5، إذا 69 ناقص 15 تساوي 54. العملية الثانية، 75 ناقص 9، 5 ناقص 7 لا يمكن، سواء ناخذ 10 ونفككها ونحولها الى الوحدات، وبالتالي غتكون عندي هنايا 15، او الطريقه القديمه هي نستلف 10، 15 ناقص 9 تساوي 6، ارد السلف، 7 ناقص 1 تساوي 6، اذا 75 ناقص 9 تساوي 66. التمرين رقم 7، أنجز عموديا العمليتين التاليتين. عندي عملية جمع وعملية طرح. نبدأ بالعملية ديال الطرح، 584 ناقص 39، كنعاود نفس الهضره، ضروري من الوضع الصحيح، راه الا وضعت خطا راه واخا نحسب مزيان ما غاديش نجيب النتيجه الصحيحه. 4 ناقص 9 لا يمكن، 14 ناقص 9 تساوي 5، ارد السلف، 8 ناقص 4 تساوي 4، 5 ناقص لا شيء تساوي 5. راه كنعاود نقول الطريقه الاخرى،
اللي هي نستلف 10 غادي ناخذ 10 من الناس تقدر تولي عندي 7 هنا وغادي تكون عندي هنا غنزيد ديك العشرة اللي حولتها لوحده تعطيني 14 ناقص 9 5 وبالتالي هنا غتكون عندي 7 ناقص 3 تساوي 4 طرق تختلف ولكن النتيجه راه نفسها وبالتالي 584 ناقص 39 تساوي 545 الجمع الوضع الصحيح ضروري ومؤكد وبالتالي 8 زائد 7 تساوي 15 اكتب الخمسة واحتفظ بالواحد 1 زائد 9 تساوي 10 10 زائد 6 تساوي 16 16 اكتب 6 واحتفظ بالواحد 1 زائد 4 تساوي 5 وبالتالي 498 زائد 67 تساوي 565 تمرين 8 احول الكتابتين التاليتين الى كتابة ضربية حنا كنعرفوا بان الجداء او الضرب هو جمع متكرر اذا عندي 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 اذا العدد الاول اللي كيتكرر هو 3 نوضعه في الفراغ الاول كم عدد المرات اللي تكررت 4 اذا بالتالي 3 في 4 تساوي 12 هنا 6 تكررت 7 مرات وبالتالي 6 في 7 فيما يخص تمرين 9 احول الكتابتين التاليتين الى كتابه الى كتابه جمعيه هنا عندي الاجابه خاطئه اللي مكتوبه ولكن انا غادي نحاول يعني 5 في 4 ستادي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 يعني 4 المرات 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 وبالنسبة لهنا 7 في 3 هي 7 زائد 7 زائد 7 3 مرات عفوا يعني هذا ماشي الشيء اللي نكتب هنايا غادي نحاول ما امكن نعاود نصحح 5 تساوي 5 في 4 تساوي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 يعني 5 4 مرات متكررة 5 4 مرات 7 في 3 تساوي 7 زائد 7 زائد 7 يعني 7 نكررها 3 ديال المرات بالنسبة للتمرين رقم 10 أساعد ماجدا في الإجابة على العمليات التالية ديما نذكروا التلاميذ بأن مثلا الجداء في 10 نكتب العدد ونضيف صفر في 100 نكتب العدد ونضيف صفرين وبالنسبة لجدول الضرب ديال 5 رقم وحدته هي إما 0 يا إما 5 وبالتالي 5 في 2 تساوي 10 وهي 5 زائد 5 تساوي 10 10 في 2 غادي نكتبوا الاثنين وأضيف الصفر وهي في نفس الوقت هي 10 زائد 10 5 في 3 هي 5 3 مرات 5 زائد 5 زائد 5 تساوي 15 و 4 في 10 إما نكتب 4 ونضيف الصفر أو هي 4 زائد هي 10 زائد 10 20 زائد 10 30 زائد 10 40 هذا كل ما يخص التمارين الموجودة في صفحة 7 من المرجع في الرياضيات المستوى الثالث كنتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم هذه السنة إن شاء الله نخدموا التمارين الموجودة في هذا المرجع في الرياضيات كاملة لذلك الناس اللي انتغسي بهذا المرجع ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالدروس فيها إن شاء الله ما تنسوش كذلك تدعموا القناة بلي جيم لي فيديو